وصلنا لفقرتنا الأخيرة سمار، يعني فقراتنا لليوم غنية ومتنوعة، وهلأ حنختم فقرات صباحنا غير بهيدي الفقرة يلي رح نتعرف فيها على التحضيرات الجارية الآن لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان آلة البوزوق في السادس من الشهر الحالي بمجمع دمر الثقافي، ويستمر حتى 9 تموز أكيد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا مدير ومؤسس مهرجان آلة البزوق الإعلامي إدريس مراد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن التحضيرات لهذه الدورة. يعني الأمور كلها جاهزة، يعني صار كل الضيوف صاروا تقريبا رح يصلوا جزء بكرة على دمشق. نحن بنعرف أنه مهرجان آلة البزوق يعني يتضمن مجموعة عازفين من مختلف مناطق سورية، يعني فينا نحكي أن هي تغطي جغرافية سورية بشكل كامل، يعني من مالكية لدرعا ومن لاصقية إلى جولان والسويدة وكثير من المناطق اللي بتعتمد على أو اللي بتشتغل على هذه على البزق والعائلة آلات البزق. نحن بنعرف أنه يعني في الحقيقة يعني نحن بنعرف بدمشق أو بمعاهد الأكاديمية لهي الآلات فقط بنعرف آلة البزق باعتبار هي يعني استعملت كثيرا في ضمن الموسيقى العربية والموسيقى الشرقية بشكل عام، ولكن نحن احتفالنا أكثر بهذا المهرجان او نعم. بهذا النشاط. طبعا هو هذا الدوره التاسعه هاي السنه، يعني احنا صرنا عم نعمل 9 سنوات متواصلين، بدانا ب 2010 ولليوم نحتفل بالات الاخرى اللي هي تعتبر هي الات الام لهذه الآلة، كآلة الطنبور مثلا وآلة الباقلمة وآلة الجنبش. هاي الآلات كلها راح تكون موجوده معنا بهذا المهرجان، بالإضافة لبعض الآلات المرافقة. يعني نحن حبينا نعمل كل بكل يوم نعم. من برنامج المهرجان أنه نعطي نكهة الموسيقى الموزعة ونكهة الموسيقى اللي تعطيها الكتلة الآلات الموسيقية. مثلا نحن في مرافقات شيلو، في الناي، في كلارينيت، في آلة العود، في كثير طبعا الآلات الإيقاعية أكيد، يعني حلو. بمختلف أشكالها الآلات الإيقاعية. يعني عمليا رح نكون أمام سهرات موسيقية جميلة لهي الآلات. رح نشوف كل يوم تنوع، يعني مثلا رح يكون في عازف بزق ومن ثم عازف بقلمة وعازف طنبور وهكذا، بالإضافة إلى يعني كيف بدي أقولكم، بالإضافة إلى مجموعة تعزف آلات تقريبا كلها تنتمي للتراث السوري الغنائي واللحني. وحابة بس أخبر أنه راح يكون سنة بالافتتاح هذا المهرجان، طبعا يعني عم يشاركنا لأول مرة بهذا النشاط الأستاذ بحري التركماني، هو عازف متميز على هذه الآلة، راح يكون معنا بالافتتاح، فنحن متشرف أنه يكون هيك عازف معنا، وأخيرا أنه لبى طلب المهرجان وإجا راح يكون مع المهرجان. الشغلة الأخيرة اللي حابب أخبرها هاي السنة أنه المهرجان طبعا مهدى الى روح عازف البزق اكيد سعيد يوسف اللي من فتره رحل عنا، الله يرحمه. يعني يبدو هو قدرنا انه كل سنه يكون في شيء له علاقه بالراحلين اللي شاركونا بالمهرجان. السنه الماضيه كان على روح اياد عثمان، واللي قبله لشخص اخر. يعني السنه بيشرفنا ونفتخر انه نهدي
هاي الدورة لروح عازف بجق أمير بجق سعيد يوسف. يمكن هيدا الدورة كانت تحية لروحه، الله يرحمه. نعم. أكيد ويرحم من سبقه، أكيد الذكرى هي بتضل بالقلوب. نعم. في مشاركات من مختلف المناطق السورية لهيدا، يعني رغم ظروفنا اللي عم نعيشها، ولكن كان في مشاركات. نحكي عن حجم المشاركة لهذا العام. نحن المهرجان رح يكون على مدى 4 أيام، كل يوم في 6 عازفين أساسيين، يعني المجموعة إذا قلنا 6 × 4 قديش؟ 24. 24 عازف أساسي زائد العازفين المرافقين، يعني المجموع حوالي 64 عازف راح يكونوا السنة مع الآلات المرافقة. طبعا يعني الكل، يعني نتيجة انه عمليا اللي بيتعامل معي الآلة بيتعامل مع الموسيقى عن حب، يعني يعشق الموسيقى حتى يعزف على هاي الآلة. نحن بنعرف انه وخاصة آلة الطنبور والبقلة، ما هاي الآلات لسه ما فاتت على المشهد الموسيقي بشكل عام. من هون بدنا نحكي عن أهمية المهرجانات لتعزيز حضور الآلات يلي هي بتذكرنا بالتراث الشعبي، خلينا نحكي عن أهميتها. طبعا نحن بنعرف انه يعني اذا بدنا نرجع للطنبور بالذات، يعني هي آلة قديمة جدا، يعني عمرها حوالي 5000 سنة. هي انتقلت من مناطقنا، منطقة ما بين النهرين او الجزيرة السورية، حتى الى حضارة الفراعنة. يعني في كثير من الاشخاص شافوا على يعني او نعرف انه شفنا هاي الالات على لوحات للعائله 13 للفراعنه. هاي انتقلت من مناطقنا الى حتى حضاره الفراعنه هاي الاله. فالآلة عمرها يعني يعود الى قدم التاريخ، انتقلت مثل ما قلنا مع الامراء الميتانيين الى حضارة الفراعنة. فهناك كثير من الأشياء تعنينا بهاي الآلة. نعم. يعني إذا بدنا نرجع للمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا، بنلاقي إنه آلة الطنبور وآلة الجنبش لها علاقة وثيقة بهاي المنطقة، بأعراسها، بعاداتها وبتقاليدها، بمناسباتها المختلفة، يعني في أيام الحصاد وفي المناسبات الاجتماعية المختلفة. فمن الضروري أنه نحن نجي اليوم يعني نحافظ على هاي الآلات. نعم، ونشجع الأشخاص اللي عم يعزف على هاي الآلات. ولذلك أنا من هون عم بحكي، أنا دائما بصر بهذا المهرجان اني حافظ على حالتها الشعبيه حقيقه. يعني في كثير ناس عم يعطوا انه لازم يكون في ضمن اطار الاكاديمي البحث، ولكن انا دائما بصر انه نعم، مثلا في عندنا سنه اكاديميين راح يشاركونا بهذا المهرجان، مثلا راح هناك موسيقي سوري خريج معهد عالي الموسيقى الاستاذ كنان ابو عقل. كنان ابو عقل نحن عاطينه اكثر، يعني كيف بدي لكم، هو يعني عاطينه مساحه كثير جيده بالمهرجان، نتيجه انه هو قدم شغلات كثير منيحه لهي الاله. يعني في عنده مشروع خاص بهي الاله، فراح يشاركنا، هو راح يفتتح لنا يوم الختام، بالاضافه الى راح يكون في ندوه لحضرته، وراح يعني يقدم فيه ما قدمه لهذا المشروع. طبعا. الجميل لآلة البزخ. يعني نحن صحيح في اكاديميين، ولكن الحاله الشعبيه راح تضل موجود وراح نحافظ على هاي الحاله باعتبار هي الحاله العفويه اللي بدات منها هاي الالات عموما. فمن الضروري انه نحافظ على هذه الآلة بعفويتها بشعبيتها، بالإضافة إلى أنه نقدمها بشكل يعني بأشكالها البهية، بأبهى أشكالها. يعني فمن هون في أهميتين يعني للمهرجان. الأهمية الأولى أنه نحن عندنا موسيقى قديمة جميلة جدا، اللي هي الموسيقى اللي عزفت على 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 هاي الآلات، نحن عم نحافظ عليها ونقدمها للجمهور، بالإضافة إنه هاي الآلات هي أصلاً ونحن بنعرف إنه باعتبار
نحن بمنطقة لنا حضارتنا لنا تاريخنا يجوز موروثة ثقافي وشعبي وذاكرة فنية. خلينا نحكي نحن دائما بحكي انه مو بس الموسيقى خرجت من منطقتنا، حتى البشرية هي اللي كانت منبع البشرية منطقتنا. فمن الضروري نحافظ على كل هذه الاتجاهات بهذه الآلات. أكيد في جهود كتير كبيرة نحافظ على تراثنا الشعبي. خلينا نحكي عن تحضيراتكم القادمة، شو هي؟ بشكل عام يعني؟ بشكل عام. هلا حقيقة أنا 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 بشتغل بعدة اتجاهات. أنا يعني كإعلامي تخصصت في مجال الموسيقى، ضليت يعني من 14-15 سنة عم بكتب عن الموسيقى السورية، بتابع الموسيقى السورية، وأنا منسق الإعلامي لفرقة السيمفونية الوطنية السورية. ف يعني حاولت إني أعمل شغلات أو أشياء مرافقة مع الأشياء النظرية اللي عم بكتبها، مقالات عن الموسيقى السورية. فعم بعمل أكثر من مشروع. مثلا عندي مشروع تحت عنوان نوافذ، طبعا بدعم من دار الأوبرا، فعم بقدم كل شهر ندوة هي نافذة على الثقافة السورية بشكل عام، الموسيقية والأدبية والتشكيلية والدرامية إلى آخره. فهذا الشهر عندي ندوتين راح يكون. الندوة الأولى راح نستضيف فيها تجربة الشاعرة أمل اللايقي بمشاركة بعض النقاد، والندوة الثانية راح نستضيف فيها الأستاذ أسامة ساطع ومشروعه الجميل، مشروع الكبير طبعا، ستاد أب أكاديمي، راح هو عبارة عن مسرح تفاعلي. الأستاذ بيحكي عن يعني بأسلوب أنه يشارك الجمهور مع ستيج، الجمهور معه، يعني هو على النقاش دائم مع الجمهور بهذا المسرح. يعني هو أسلوب جديد حقيقة في طرح الأشياء يعني الثقافية والأشياء اللي لها علاقة بالتوعية الاجتماعية. فهذول الاثنين بالإضافة، أنا مثل ما بتعرفوا أنا بهتم بالتراث منطقة الجزيرة كثير. في عندي فرقة اسمها فرقة أشتي للتراث الكردي، يعني كمان يكون عندها عرض بنفس المكان 19 شهر. كلام أخير بس إذا سمحتوا لي، إنه أنا حابب أوجه تحية لمن وقفوا معي بهذا المهرجان، مهرجان البزق، ابتداء من دكتورة حنان قصاب حسن لما كانت هي مديرة الدار الأوبرا 2010. بدأنا مع دكتورة حنان واستمرينا مع الدكتور جوان قرجولي، تحية لهذا الشخص. بالإضافة طبعا المشاريع الأخرى، الأستاذ أندري معلولي كمان ما عم يبخل ابدا بحقي، انه عم واقف بشكل دائم معي سواء بمشروع النوافذ ومشروع التراث. اكيد لانه بيستحق. يمكن والاستاذ عماد جلول أكيد. بحييه من قلبي، لانه هاي السنه وقف جنبي كثير، انه رغم ظرف البلد ورغم نحن ما نعرف نحن كيف، حتى قدرت ساوي هذا المهرجان بالطريقه اللي بدي اياها انا بالحاله الشعبيه. اكيد نحن كمان مبسوطين كثير وفخورين بمثل هيك مهرجان، وحضرتك يمكن عم تسعى ل خلينا نقول إعادة تراثنا السوري يلي كلنا نحن بنفتخر فيه أكيد، وأنتم جزء مننا وجزء من سوريا. بدنا نشكرك كثير مدير مهرجان آلة البزوق والإعلامي إدريس مراد، أهلا وسهلا. شكرا فيك. شكرا لكم. نتشكرك ونتمنى النجاح للمهرجان ولأي شيء عم تعمله. نتمنى لكم النجاح، بنوجه تحية لكل كادر المهرجان، وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق ونشوفكم بحلقة. شكرا لتعاونكم الدائم. شكرا جزيلا.